عندنا الشاطئ تخمز الدنيا. تنتواجد في الشاطئ ديال اكلو وتنجي ليه كل عام، وعندي اقامه ديالتي الحمد لله هنايا. غير هو تنتاسفوا لهاد النظافه ديال لي بلاج. تيقوموا الناس المسؤولين بالنظافه، ولكن للاسف الشعب ما تيراعيش. وهاد البلاصه اللي تنتواجدوا فيها قريه ديال التفتاس تيقولوا، تيجيو قريه ديال الصياده وتيصيدوا، بعد ما تيجيو نقيو الحوت هنا وتيبقى ديك الوسخ تيضر الناس، تتبقى جالس بجالس وسط الدبان وسط الخنز. للاسف تنتاسفوا على هذا. واولا النظافه من الايمان، هذا باش نكونوا. انا الامتياز اللي عندي هنايا في هذا الشاطئ اللي عندي هنايا هو تنجي الصياده، عندي البريه ديال الكنابيش. علاش تنجي؟ ما العمان تيكون قليل باش تيكون الجو ديال العمان صراحه. غير هاد الايامات مع الحر السخون الحمد لله شوف لا بلاج تيبان غزال. دابا ديال العمان هاد لا بلاج باش تلقاها هكا شي حاجه نادره، ما نكذبش عليك، هادي دو جو هكا الحمد لله داز زويون، ولكن الايام الاخرى ما تيكونش بهذا الشكل.